السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم نعود نحسب مبلغ الزيادة في الرواتب لكل الموظفين بعد تخفيض ضريبة الدخل الإجمالي ليرجي. البارح كاين نقطة مهمة أنا ما انتبهت ليش كي كنت نحسب مبلغ الزيادة في الرواتب، أنه البرامج جديد المبالغ اللي راهي موجودة في هذا الطابلو كلها راهي سنوية، وأنا حسبتها على أساس أنها شهرية. لازم الحاجة الأولى اللي نديروها نحولوا ذو المبالغ السنوية إلى مبالغ شهرية، وهكذا تبدل الحساب كاريمو، راح نصيبوا حسابات اخرى، وكاين موظفين ممكن راح يستفادوا من زيادات فوق المليون سنتيم. من اللي تبعوني باش تفهموا تعرفوا شحال راح يزيدوكم في لابي ان شاء الله. كما قلت لكم الحاجه الاولى اللي نديروها لازم نقسموا كامل المبالغ هذه اللي راكم تشوفوا فيها في الطابلو تقسيم 12 باش نخرجوا المبلغ الشهري. الحاجه الاولى 240 الف تقسيم 12 تعطيك 20 الف اللي هي 2 ملايين سنتيم بار موا. كذلك مبلغ 480 الف تقسمه على 12 تعطيك 40 الف اللي هي 4 ملايين سنتيم. 960 الف كذلك تقسمها على 12 تعطيك 8 ملايين. مليون و 920 الف تقسمها على 12 تعطيك 16 مليون، والى اخره. اي مبلغ تصيبه هنايا قسمه على 12 وباش تعرف واش مشاريع راك تنتمي اليها. بعد ما تقسم هذا المبالغ كامل على 12 هذوك النسب يبقاو هما هما. الان ننتقل الى الخطوه الثانيه اللي هي معادله سهله جدا راح نديروها ونديروا مثال في الاخير باش تفهموها. اشفوا على المعادله والخطوات اللي راح نقولها. المبلغ الخاضع للضريبه نقص له مبلغ 20000 وتضربه في 0.23. 0.23 هذيك مبلغ تاع الشريحة الأولى، لأنه الشريحة هذيك تاع اللي ما يفوتش الأجور تاعها 2 ملايين سنتيم هذوك ما يخلصوا والو. حنا راح نشوفوا الشريحة اللي تخلص 23%، راح نمد لكم مثال عليها. بعد ما يخرج لك الناتج هذا كي تطبق هذه المعادلة يخرج لك مبلغ. المبلغ هذاك اللي يخرج لك تضربه ثاني في 0.4 بتحسب وحدة التخفيض. إذا كان المبلغ هذاك خرج أكثر من 1500 مثلا، كي ضربت 0.4 المبلغ اللي خرج لك من المعادلة هذه ضربته في 0.4 خرج لك 2000. في الحالة هذه ما تستعملش 2000 تستعمل 1500. دوك نفهمكم في المثال كيفاش تستعمله. إذا كان المبلغ اللي ضربته في 0.4 خرج لك أقل من 1000، معناتها خرج لك باغ إكزومبل 900 اللي هي 90000، هنا تخدم بال100000 ما تخدمش بال90000، طلع هذيك 90000 شغل طلعها ل100000. اذا كان المبلغ محصور بين ال1000 و1500 معناتها صبنا 1400 140000. هنا في الحاله هذه تطبق مبلغ 140000. على بالي راهي تلفتكم شويه بصح دوكا كي ندير المثال ان شاء الله راح تفهموها كامل وما تتلفكمش ان شاء الله وما تبحركمش. الان راني جبت لكم فيش دو باي تاع شخص مكلاسي في الاونز، كاتيجوري السنف تاعو هي راهو مكلاسي في الاونز. كيما راكم تشوفوا الحاجه الاولى تروح كيما ني داير سهم اصفر هذاك تروح لضريبه الدخل، ان شاء الله تكون راهي باينه واضحه. ضريبه الدخل هذيك هي اللي تخرجوها من فيش دو باي تاعكم، تروحوا تشوفوا هذا المبلغ تاعها 35249.30، هذاك هو المبلغ الخاضع للضريبة اللي راني دايرو في لادروات في المعادلة هذيك، هذاك هو اللي ديرو فما، المبلغ هذاك يجي ثم. معناتها حنا كيفاش نحسبو الآن؟ نديرو المبلغ الخاضع للضريبة، لكن المبلغ هذاك اللي راكم تشوفوا فيه 35249.30 حنا نرجعوه شيفرون نحو الفاصلة ونحو التسعة نحولوها ترجع صفر، 35240 هذا هو المبلغ. يبدأ 35240 ناقص 20000 يعطي لك 15240، نضربوها في 0.23 تاع الشريحة الأولى، لأنه مبلغ 35000 ما فاتش 40000، كون فات 40000 ما نطبقوش النسبة تاع 0.23، نطبقو النسبة اللي من تحت اللي هي 0. وقيلة دوك نعاودو نوليو بيه في الطابلو 0.27000، لأنه الشريحة الثانية تبدا من 4 ملايين وطلع، هذا راهو في الشريحة الزوجة اللي تكون بين 2 ملايين و 4 ملايين. بعد ما نحسبوا هذه المبلغ هذا يخرج لك المبلغ 3505.2. الآن نأتي للمرحلة الثانية نضربوا المبلغ هذاك اللي خرج لنا في 0.4، هذاك المبلغ 3505.2 هاللي تضربه في 0.4 يعطي لك 1402.08، معناتها المبلغ لما نلاحظوا المبلغ هذا راهو أقل
من 2500. الآن واش نديرو؟ نروح نديرو 3505 المبلغ هذاك اللي خرج لنا في المعادلة، نقص منه 1402.08 يعطينا المبلغ الجديد اللي راح يبدأ يخلصه هذا الموظف، هو 2103.12. كيفاش نعرفوا مبلغ الزيادة في الراتب؟ كان يخلص كما راكم تشوفوا خوتي، هذا هو المبلغ اللي كان يخلصه، كما راه السهم الأحمر إن شاء الله تكون تبين، كان يخلص 4072، نقص منها مبلغ 2103، نصيب زيادة مقدرة ب 1968.88، معناتها تقريبا راح يستفاد من مبلغ تاع زيادة قدره 200,000. كان يخلص 3,257,000، راح يبدا يخلص 3,457,000. هذه هي مبلغ زيادة تاع 200,000، هذه بالنسبة لي يرجي برك، وهذا العامل راهو مكلاسي في الأونز. مادام مكلاسي في الأونز معناتها دوك اللي في الكاتيجوري 12 وفي الكاتيجوري 13 و14 و15 و16 إلى آخره، هادو راح يصيبوا مبلغ تاع زيادة أكثر من العام هذا اللي مكلاسي في الدوز، بطبيعة الحال لأنهم يخلصوا ضريبة أكثر منه، مادام يخلصوا ضريبة أكثر منه راح يصيبوا المبلغ أكثر منه إن شاء الله. معناتها الضريبة تقريبا راح يستفادوا منها كل العاملين، ابتداء أنا حسبت تقريبا من 190,000 وطلع، أقل واحد مكلاسي مثلا واحد مكلاسي في الديس يخلص ضرائب راح يستفاد من زيادة قدرها 190,000. مانيش نحكيو على الناس هذوك اللي تحت ضريبة الدخل تاعهم أقل من 30,000، هذوك راهم محفيين، هذوك ما يخلصوا والو، هذوك العاملين فات طبقوا عليهم واحد البارين بداو ما يخلصوا والو. أنا نحكي على الناس اللي تخلص أكثر من 3,500 في ضريبة الدخل. كما قلت لكم المبالغ تاع الزيادة راح تكون ابتداء من 200,000 وطلع، حتى ممكن حتى مثلا كي نروحوا الإنسان هذا اللي يخلص أكثر من 32 مليون، هذا تقريبا راح تجيه أكثر من مليون سنتيم زيادة. بالنسبة كذلك اللي يخلص 16 مليون، الأغلبية تاع العمال تبان لي أنهم كلاسيين بين الشريحة الثانية والشريحة الثالثة، هذو هما الأغلبية، لا ماجوريتي تاع الخدامين مكلاسين في الشريحة هذيك، معناتها راح تكون زيادة معتبرة للناس اللي يخلصوا لي يرجي بزاف، راح تكون زيادة لاباس بها. أما الناس اللي تخلص شوية لي يرجي هذوك راح تكون زيادة شوية قليلة مقارنة بالناس اللي يخلصوا بزاف لي يرجي. كاين ملاحظة أخرى، الناس اللي ضريبة الدخل الإجمالي تاعو مبلغ الضريبة على الدخل هذا، هذاني أشاك فاني نحكي على هذا 3,500، اللي بين 30,000 و 3,500، أقل من 3,500 وأكثر من 3,000، هذوك راح يطبقوا عليهم معادلة ولا فورميل أخرى باش يتحصلوا على زيادة أخرى. دير مبلغ الخاضع للضريبة في 137 تقسيم 51 ناقص 27.925 تقسيم 8، المبلغ اللي يخرج لك تروح تزيده في النت بي تاعك، هذا هو لا بي تاعك جديدة. هذا كل ما في الفيديو، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وراح ندير نحاول ندير لكم كل كاتيجوري، نبدأ الديس الأونز الدوز الطريز الكاتورز الكاز السيز وبالمبالغ تاعو كل واحد يخلص، نقول لكم شحال راح تكون إضافة، فقط تكلف شوية برك شوية عمل، لكن راح نديرها إن شاء الله، ونقول لكم كل واحد يدي شحال يدي إضافة في الأخير. ماذا بكم تشتركونا في القناة باش نزيدو نمدوكم أكثر، وتديروا لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم.